لله. طيب هنروح لموضوع تاني، وفي مصر يمكن بداية كده الموضوع ان احنا ممكن نتخيل ان في مستشفى خاص لعلاج الحيوانات، وفي مستشفى متخصصة كمان في الطب البيطري بتقدم خدمات وأدوية بيطرية هناك. كمان في أشخاص أنا بشوفهم على السوشيال ميديا قد إيه هم مش فكرة بس الإحسان للبني آدم، لأ كمان للحيوانات، وهم مخلوقات ربنا خلقها علشان نحسن ليها وإن إحنا نعطف عليها. خلونا نتعرف أكتر على المستشفى دي ونرجع لحضرتك. مستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوان مؤسسة تعنى بالرفق بالحيوان وتكرس جهدها لتحسين الظروف المعيشية والصحية لحيوانات الفصيلة الخيلية العاملة، الخيل والبغال والحمير، فضلا عن رفع المعاناة والألم عن هذه الحيوانات، إذ يتعرض معظم الحيوانات العاملة إلى ظروف قاسية للغاية ولمخاطر كبيرة، إلى جانب افتقارهم للرعاية والمعاملة الجيدة. أكثر حاجات بتجيلنا اللي هي إصابات اللي جاية من حوادث الطريق طبعا، عشان يعني ما فيش يعني الحيوانات ماشيه مع العربيات، ف وشايفه يعني الزحمه اللي احنا فيها، ف يعني حوادث الطريق بتيجي حاجات كبيره، يعني هي دي بتيجي حاجات صعبه يعني. وفي حاجات بتيجي من الطقم اللي الحيوان بيبقى لابسه، اللي هو السرج وبقيه الطقم بيبقى مش مناسب لحجم الحيوان نظرا للظروف الاقتصاديه لصاحب الحيوان، فبتجيلنا حاجات كتير قوي من بسبب مشاكل الطقم بتاع الحيوان اللي بيلبسه. في حصينه بتبقى يعني شقيه معاه شويه، ما بيخاف ما يعرفش يوقفها، اولاد صغيرين اللي بيسوقوها، فبيحط سلسله بعد كان الروسيه بتاعه الحيوان اللي هي الهيد كولر، السلسله دي بتعور انف الحيوان، دي بتجيلنا كتير جدا. مشاهد الحيوانات المصابه او المجروحه اصبحت شيئا مالوفا ومتكررا بشكل يومي، خاصه الحيوانات التي يعتمد عليها الانسان لكسب الرزق كالخيل وغيرها. لذا اهتم مستشفى بروك لعلاج الحيوان بالمجان برعاية وعلاج للفصيلة الخيلية في 7 محافظات مختلفة. حيوانات الفصيلة الخيلية دي حيوانات عاملة، وأغلب أصحابها من البسطاء من الشعب المصري واللي عددهم مش قليل. الحصان أو الحمار ده صاحبه بيعتمد عليه أساسي كمصدر لدخله اليوم، فإحنا لما بنوعيه بالطرق المناسبة للعناية بيه ده بشكل غير مباشر، الحصان بتبقى صحته كويسة وبالتالي بيكون أفضل إنتاجية، يعني هيدر دخل أفضل لصاحبه وبالتالي هيقدر يصرف على أسرته وبيساهم في نمو المجتمع بشكل عام. ممارسات خاطئة تتعرض لها تلك الحيوانات من قبل أصحابها لعدم توافر الوعي الكافي لرعايتها بشكل سليم، لذا يقوم الأطباء البيطريون بالمستشفى بتقديم النصيحة لأصحاب الحيوانات لرفع الوعي لديهم وحثهم على الرفق بحيواناتهم. أهم حاجة في الرسالة بتاعتنا إن هي يعني الرحمة بالحيوان، إن أنت إزاي في الأول وفي الآخر تشتغل وتكسب وتاخد فلوس وبتاع، وفي الآخر تجيب أكل كويس للحيوان بتاعك، ينام في حتة كويسة، لما يحصل له مشكلة تجيبه للدكتور أو أنت تتعامل معاها. في الآخر كل ده في الآخر أهم حاجة رعاية الحيوان، إن الحيوان يبقى كويس، ما تضربوش ما تأذيهوش حاجات ملهاش داعي. كل دي الرسالة الأساسية اللي بحاول أوصلها من كل التوعية والحاجات اللي أنا بعملها. أكثر من 80 عاما مرت على إنشاء هذا المستشفى الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الحيوانات العاملة في مصر وخلق بيئة مناسبة وصحية لها، فضلا عن الهدف نحو زيادة الشعور بالرفق والرحمة لدى المجتمع المصري. يعني عمل خيري لفكرة ان احنا نقدر ان احنا نساعد الحيوانات وخصوصا الحصينة، ان احنا نحاول نوعي الناس كمان، لان الواحد صحيح. بيشوف حاجات صعبة جدا صحيح. وخصوصا يعني للنوع ده من الحيوانات، ازاي قد ايه اوقات بيبقى فيه نوع من القوة كده والاذلال ليهم، فعايزين نوعي كمان الناس. يعني احنا بنحاول نعرض لحضراتكم كل حاجة إيجابية علشان نقدر إن احنا نوعي الناس ونقول الأماكن فين اللي عايز يودي الحيوان بتاعه في المكان ده، كان الحصان أو كده. لكن الموضوع في الأول وفي الآخر بينبع كمان مننا، كفكرتنا سلوكنا مهم جدا، لأنه شفنا زي ما أنت قلتي قبل التقرير أميرة، شفنا حاجات كتيرة جدا على السوشيال ميديا قد إيه
الكلاب مثلا ازاي بعض الناس مش كل الناس طبعا بيتعاملوا معامله سيئه جدا معاها في الشوارع، فمحتاجين ده الرحمه دي مهمه، ديننا امرنا بكده، القيم بتامرنا بكده. بعدين اي مجتمع بيحترم الحيوان ده مجتمع متقدم وراقي ومتقدر جدا طبعاً. فمهم جدا ان احنا يعني نرعى الحيوانات ونحسن اليهم، وزي ما شفنا دي مستشفى بروك اكبر او اقدم مستشفى خيري لعلاج الحيوانات.